السلام عليكم. هيدا الفيديو هو للعمرة اللي عملناها مع الحاج أبو حيدر. نحنا كنا كتير مبسوطين أن تعرفنا عليكم. ليك هيدا هو الجامع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ادعوا 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 ادعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على إتمام النعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم السبت 1 شعبان تمت العمرة الثانية الشعبانية، ويوم الجمعة اليوم القبل شعبان نهاية رجب تمت العمرة الرجبية بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحجاج كلهم مرتاحين وتمت بخير وبدون أي معرقلات، وكل الأمور مسهلة وميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل أم البنين لأن التسهيل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل أهل البيت عليهم السلام. شكرا وحمدا لك يا الله على كل نعمة علينا وعلى كل أخوان المؤمنين والمؤمنات، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بإتمامنا العمرة الرجبية والشعبانية بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. وبالمناسبة أخواني وأخوات المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لم ننساهم لا لحظة واحدة، وأشركناهم في هذه العمرة لهم ولوالديهم ولعوائلهم. صلي على محمد وآل محمد. الآن أطوف 7 أشواط حول الكعبة، هدية مني إليكم وإلى عوائلكم. سأل البار عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا من حجاج بيته الحرام ومن المحتمرين بحق محمد وآل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أنا ما نسيتكم بالزيارة والدعاء عند ركن المستجار، ركن سيدتي ومولاتي فاطمة بنت أسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا، إنه التواب الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام، سبوح قدوس بيده الملك والروح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أن يرحمكم ويشملكم بعطفه وحنانه. هذا ركن الحجر الأسود بفضل الله سبحانه وتعالى، قمنا بهذه الأشواط نيابة
وهدية لكم. الله أكبر. الشوط الثالث، هذا مقام إبراهيم عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ويتوب عليكم أنتم وعوائلكم، جاء محمد وآل محمد، ويحفظكم من كل سوء ومن كل بلاء، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا حاليا أطوف سبعة أشواط نيابة عن أهل البيت عليهم السلام، ونيابة عن زوجتي وأطفالي وإخواني وأخواتي وأطفالي حيدر ومها ومحمد حسين وعلي وزهراء وريما وفاطمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتوب عليهم. هذا مقام سيدي ومولاي، هذا مقام إبراهيم عليه السلام، وهذا حجر إسماعيل. أنا أطوف حاليا في الشوط الرابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم برحمته الواسعة، وأن يسهل لكم زيارة بيته الكريم، وأن تزوروا هذه الأماكن المقدسة، وأن يغفر لكم ويتوب عليكم ويرحمكم برحمته، ويوفقكم في أموركم في الدنيا والآخرة، وأن تكملوا دراستكم بأعلى المستويات، وتوفقون إن شاء الله في أعمالكم، وأن تكون من البارين لوالديكم بحق محمد وآل محمد كما كنا بارين إلى والدينا. هذا هو هذا الركن اللي دخلت من عند فاطمة سيدتي مولاتي فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وولدت في جوف الكعبة. هذا الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود اللي نزل من السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدت لتشلي بالموافاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الحجر الأسود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم خلص الأعمال. هذا بيت المدخل للكعبة، يسمونه بيت هذا باب الحطيم، وهذا مقام إبراهيم عليه السلام في هذا المكان. موجود أقدام سيدي مولاي إبراهيم عليه السلام. إن شاء الله الله يوفقكم بالدنيا والآخرة، إن شاء الله يرحمكم برحمة الواسعة، يوفقكم في دراستكم وفي أعمالكم بحق محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. هذا آخر يوم في بيت الله الحرام، والحمد لله وله الشكر أن قمنا بعمرة مفردة، صالة عن أنفسنا، ونيابة عن والدينا ووالد والدينا وأخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من نبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأمة الهدى، وجميع الشهداء والمؤمنين، وكل من لم يذكره ذاك من شيعة محمد وآل محمد،
وكل من له حق علينا وأخواننا المؤمنين والمؤمنات والشهداء قربة إلى الله تعالى. العمرة الرجبية تمت بخير يوم الجمعة، آخر يوم من شهر رجب الأصب، وقمنا بعمرة شعبان يوم السبت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك كانت نفس النية إصالة ونيابة عما نوينا. وكذلك قمنا بعمرة ثالثة قبل يومين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا ويتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. هذه العمرة التي تمت بفضل الله سبحانه وتعالى على حسب الأصول وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولم أنسى إخواني المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وإخواني وكل من أوصاني بالزيارة والدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمها لكم وأن يرزقكم حج بيته الحرام وأن يرزقكم عمرة مفردة نيابة وإصالة عن أنفسكم وعن ذويكم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واجعل فرجنا بفرجهم وارحمنا بهم واهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله القبول وأن يقضي حاجة كل محتاج وأن يسهل أمر كل متعسر وأن يشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات وأخواننا، وخصوصا من أوصانا بالزيارة والدعاء، وأن يحفظ عوائلكم جميعا وأولادكم وبناتكم وذويكم وضراريكم ومتعلقيكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا المكان بعد ما المشركين قرروا أن يقتلوا رسول الله، رسول الله اشتاق، الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يهاجر إلى يثرب. مدينة الرسول مدينة منورة كانت تسمى يثرب. بعد ما أجى الأمر المشركين عملوا قو في سبيل أن يقتلوا رسول الله. جبرائيل عليه السلام نزل بآية في سورة ياسين، قال اقرأ هذه الآية واخرج من بينهم، أنت واقف هنا أنا أمشي جانبك ما تراني. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بعد ما جعل الإمام علي عليه السلام أن ينام بفراشه، ما تفتهمين، الإمام ضحى بنفسه، رجال صدقوا مع رسول الله، نام بالفراش في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون يروا هذا شخص نائم في هذا الفراش، ولكن الرسول خرج، الإمام علي نائم في الفراش. كلهم قرروا أن يقتلوا رسول الله في هذه الليلة. من بعد ما خرج الرسول خارج مكة وأتى إلى هذا المكان، فمن فتحوا القماش أو نقول التكل يعني الغطاء وجدوا عليا في الفراش، فقالوا قد عملها الرسول. انا ميكو عرفانا مني كي بي بيوا بابا ادم انجي بكري اكيد بام شدن بعد كي جنات عمو خو حضرت پیغمبر انجي اماده خود بدا ده روز مثال حج خر باخري خود بي امام حسين ام انجي بودا پیش بره کربلا انجي دنجا بودا خدا حافظي بودا. هذا المكان
الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ولكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو الحسين عليه السلام. فعندما علم إبراهيم تم جبل النور في قمة الجبل بين حجرتين مقدار فقط سجود حتى النبي يسجد وينام في نفس المكان، مكان جدا ضيق. بقى الرسول يناجي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوميا يأتي له بأكل وشرب في سبيل إناية عبده. الرسول ليلا ونهار بات في هذا المكان، يبات في هذا المكان. جبرائيل عليه السلام نزل عليه في أحد الأيام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الصورة نزلت في أول بداية الإسلام، بداية تبليغ الرسالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف، شعر فقشت، مو مسألة ما يعرف هو أمي، وإنما لا يستطيع أن يفسر من أي شيء هو جاي من أجله. بعدين هذه الفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل إلى بيت خديجة بنت خويلد وأخبرها بالقصة، قالت أنت نبي هذه الأمة. فأضمن شوية آمنت بآمنة، والخويلد ابن الأرقم صحجية، وبنفس الوقت آمنة بعلي بن أبي طالب وبشروا قالوا أنت نبي هذه الأمة. بعد ذلك صعد النبي في هذا الغار، بقى 40 يوم بأمر الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل عليه السلام، امتنع عن أن يأتي إلى بيته وإلى زوجته خديجة. بعد 40 يوم أتى له جبرائيل بتفاحة من الجنة أو بالأحرى ثمار الجنة، فقال يا محمد كل بأمر الله من هذه الثمرة. فأكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار في صلبه الثمرة الأولى أو البذرة الأولى وهي فاطمة الزهراء عليه السلام. فأمره أن يأتي إلى بيت خديجة ويتصل الرجل بزوجته. في هذه اللحظة حبلت خديجة بفاطمة عليه السلام من أول يوم. فخديجة تقول حسست بأني أحمل في أحشائي، يعني حمل واضح. كانت خديجة عليه السلام عندما تستوحش بفراق الرسول كانت الزهراء تناجيها وهي في بطنها، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التي تحملها وهي فاطمة الزهراء عليه السلام. هذا المكان مباشرة مطل على الكعبة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله ومتوجه إلى الكعبة، الكعبة مباشرة إلى الكعبة باتجاه الكعبة. الله اختار هذا المكان يكون هو قبلة إلى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. على أخوي تعال شوي هنا خلينا نشرح لكم هذا المكان اللي واقفين يما ذول الناس هالزوار، ذول يدخلون ويا الجنايز من الباب الاصلي الرئيسي وقريب على جوا الجزيرة جوا الحكومه هذا المسقف ومار يطلعك الى الحرم. فالناس تجي ممنوع حد يطبل اللي يطبون ويا الجنايز هاي واحد. هذا المربع حسن موجود هاي ذولاك الناس واقفين هنا مدفونه خديجه عليه السلام ومدفونه ومدفون القاسم بن رسول الله. أبي طالب. أرجع.
قاسم أنت، هي خديجة أنت قاسم. وين خديجة؟ وين خديجة؟ وين هذا السياج؟ هذا السياج هذا قاعدين ولا قاعدين؟ لأنه نحن بنطورك عشان And you good? وسيدي مولاي زين العابدين وقرة عين الناظرين، وكذلك بمناسبة ولادة سيدي مولاي أبي الفضل العباس عضيد الحسين وكافل زينب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأحمر الطيب الرياح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه بمناسبة اتمام العمره مالتكم. تفضلي حالك. شكرا. عندكم وزير؟ ما عندكم؟ ما عنده وزير؟ خلي يعطيني اياه. مشكور يا حاج. يلا اذا ما عندك وزير اعطيني اياها. نحن لازم نهديك حاج. هديه والله تعبت حالك معانا. نحن بعد ذلك ان شاء الله. بس حسين ما جبنا له. بس حسوني ما جبنا له. حسوني ومحمد ما جبنا له. وين مال حمو؟ محمد اذا ما عندك وزير اعطيني اياه. انا عندي وزير. بعد منو اخر نشوف؟ كلها اخذت مو حجي هاي. تمام شكرا. يلا صورني شوي. بس الله يسلمك. انا ما لي سجاده. يلا هاك ليش وحده لك. الحمد لله وشكرا على اتمام النعمه. شكرا لله. شكرا لله. ان شاء الله العوده جميعا. نوخ ايمان ان شاء الله تسوي. ان شاء الله. ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويتقبل الطاعات جاء محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا القليل انه ارحم الراحمين. والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا حاليا في برج الساعة هذا اللي هاي الكعبة الشريفة من فوق واحد يشوف هذا. هاي الاخوان موجودين هنا، حج ابو موسى، حج سامر، حج حسن،
جاء أميد حج محمد. ان شاء الله نكست مال او سوزامكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا يا ان شاء الله ان شاء الله كل سنه واحد يجي يسوي لنا عمره ان شاء الله انا بخدمتكم والله خدمتكم. انا حاليا في برج الساعة هذا اللي هاي الكعبة الشريفة من فوق واحد يشوف هذا هاي الاخوان موجودين هنا حج ابو موسى حج سامر حج حسن حج عميد حج محمد قاعدة لطيفة الحمد لله والشكر قاعدة لطيفة اختم علي ان شاء الله كل سنه وكل عام وانت اخ ماينا شفستر اخ ماينا موتر اخ ماينا فراو ماينا شفستر ماينا شفستر ماينا شفستر اخ ان شاء الله قبول يا شريفي انت يا حسين ابو موسى حج سامر حجي محب وهي حج حسن وحج محمد وياهم خادمهم خادمهم الصغير نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هون بيت السبايا مسجد كباء أول مسجد بني في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد هذا مسجد فاطمة عليه السلام اللي كان كله أخضر بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا هذا المكان للغرض صلي ركعتين قربة إن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل اللهم هذا مسجد فاطمة
هذا الخراب اللي كان مسهر في كل خضار الآن هو خرابة. هذا شوف التراب بعد يدعو. هذا مسجد الإمام علي عليه السلام في القمة، وفي الجهة الثانية مسجد سيد سلمان الفارسي ومسجد الفتح. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى فتحوا حاليا. هذا الجروب اللي المبارك إن شاء الله قمنا بالزيارة والصلاة في هذا المكان. نحمد الله على كل شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. قمنا بالزيارة والصلاة قربة إلى الله تعالى في مسجد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام. هذا المسجد للأسف بهذا الشكل. الله يتقبل أعمالك حج مقبول. الله يتقبل أعمالك. الله يتقبل أعمالك. كون زي شرايب النامة فاميلي أو شفستر حاجة فاطمة اكتبي اسمك واسم عائلتك إذا تردي. ها اللهم صل على محمد. الله تقبل طاعاتكم حجينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الشكر لله على نعم الله. الشكر لله على نعم الله. الشكر لله. مسجد سلمان الفارسي مسكر ما خلونا نفوت. هون مسجد الفتح. هون نزلت سورة الفتح هذا المسجد. هون في مسجد أبو ذر الغفاري. بس شو هو أبو ذر الغفاري هدو أمير المؤمنين عليه السلام. المدينة خلفنا هذا جبل الرماد الرسول أمرهم أن يجلسون على هذا، ولكن قالوا إحنا انتصرنا فنزلوا من الجبل. خالد بن الوليد التفه والمشركين قتلوا المسلمين أي منا وقتلوا، وبعدين استشهد حمزة السيد شو هذا استشهد وجابوا له هنا هو الشهيد عند فنوق هذا المكان. يا أمدي ورجائي ذخري وذخيرتي لآخرتي ودنياي سيدي ومولاي حمزة سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك يا سند رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا بعد المهجتك دون رسول الله ودون أهل بيته. السلام عليك أيها المضحي أيها الناصر أيها السند إلى رسول الله. مت سعيدا وبعثك سعيدا وحشرك مع محمد وآل محمد. يا سيدي يا مولاي نحن شيعتكم ومحبيكم فلا تنسونا من رحمتكم واحشرونا معكم بحرمة سيدي ومولاي سيد الشهداء حمزة. السلام عليكم سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى الشهداء المدفونين جنبك. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.
صلوات. احنا ما يقدر نطول بالزيارة لان ممنوع. حمزة سيد الشهداء والدور هلا الشهداء اين قراب سوزان. السلام عليكم. حاليا احنا منظر شرب الروضة الشريفة وهذا هذا المحراب الشريف صلى على محمد وآل محمد. شكر الله على نعم الله شكر الله على نعم الله صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد الروضة. زدنا وجعلنا كل اخواننا والمؤمنين والمؤمنات واهاليتنا واصدقائنا حق محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاليا نحن من قبر الرسول الشريف قبر النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اقبل طاعتنا يا أرحم الرحيم، اللهم وفقنا لما فيه الخير المعد، لا تجعله آخر العهد، لا تجعله آخر العهد، تسلم تسلم الطيب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الوقت هذا لازم الله يرضى عليك، يعني احنا نبدا لو محمد. صل على محمد وعلى محمد، هذا الفرق عليه السلام. لازم كل مجموعة ان شاء الله. اللهم وفقنا لما فيه الخير وما تحب وترضى. إلهي محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى جيفه. الشكر لله، الشكر لله على نعم الله، الشكر لله على نعم الله، حمدا وشكرا لله على كل نعمة لمحمد وعلى محمد، وفقنا لما فيه الخير وما تحب وترضى يا رب. السلام عليكم. خودي كتشي سيكون خوش الدعم هذا ها؟ شي بخوش دان شي مش ايش نمش انا مين جي خاوز وزيوتنا ثاني بح نفس بويش بي بوي مسكو باقش بويش بي هيك بوي خوش هستا بوي شفاعت انا مونجي مي بيا دور بخورم مين جي بكاني دي جيش نايمان 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 بارد بيني مازو بيا خو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وننجست وننج وترف السلام عليكم. احنا حاليا في المزرعة في المدينة المنورة، احنا في مكان خرافي. راح نتغدى ان شاء الله هنا بهذا المكان، راح نسوي اكل خاص للزوار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في هذا المكان اللطيف، هذه البساتين الجميلة، هذا الحدائق اللطيفة إن شاء الله. ألف عافية. السلام عليكم عمو. حبيبي حبيبي حجي محمد. أنت شلون؟ أبو موسى تعبان قال ما أبو السلام عليكم. عليكم السلام.
والله عدكول يا بل... عدكول هذا حج محمد الطيب ابن الطيب هاي هير حاج أمي أميد محب أخواتنا الأعزاء العزيزات أخواتنا الفاضلات الحجيات وهاي هنا أمنا أم جمال الدين وهذا ابننا وعزيزنا حج حسين هنا حج شريفي هناك حج حسن وراشد حج سامر نشرب بكم جميعا الله يتقبل أعمالكم جميعا جميعا الحمد لله والشكر على نعمة هذه النعمة العظيمة هذه العمرة نسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا البستان يسمونه بستان آمنة بنت وهب لأن حتى الحجر اللي موجود حالي على هذا المكان من المنطقة اللي مدفون بها آمنة بنت وهب اللهم صل على محمد وآل هذا بعد إتمام الغداء جبناهم هنا يشربون شاي وقهوة مضيف آمنة بنت وهب والحجي عز الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع القعدة شعبية لطيفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع بس انبقوا في الحديقة يشربون الشاي والقهوة وهذا المضيف العامر بأهله اللهم صل على محمد وعلى محمد الشكر لله الشكر لله على نعم الله نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يرحمنا برحمته الواسعة ويتقبل طاعات الجميع ويحشرنا مع محمد وآل محمد بفضل الصلاة على وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله يتقبل أعمالكم جميعا حيرات الطبيعة عصائر برتقال فريش ليمون رمان كله فريش سلام عليكم كوتنا بتيت سلام عليكم كوتنا بتيت كوتنا بتيت سلام عليكم إذا يسوي المتاجر سلام عليكم الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله حجي أم علي هنا أمنا محمد وهنا الشباب الأعزاء السلام عليكم هذا حجي محمد هذا حجي أبو موسى حجي أميد حجي حسن طمنا صلوا الجماعة صلوا بالمنبر ايوه صلوا كلهم لازم يصلون هذا حجي سامر هنا الطيب جميعا ناخ دن أسين موسى صايرك عماخن هي ناخ دن أسين دورك عه هي هي
2022 is this year, huh? Wie viel Jahr sind gekommen hier? Wie viel Mal? Das 20. Mashallah. Sie haben viel Asana gemacht. Viel Asana. Mashallah, mashallah. Inshallah, Ihnen noch mehr geben ein Leben. Inshallah. كانت من أحلى الأوقات اللي عملناها. ورح نعمل رح وزع هدول الصور عليكم. هي صور تجمعنا بالعمرة وإن شاء الله نتمنى أنه نجتمع مرة تانية بعمرة تانية أو بزيارتين إن شاء الله.